شكرا إلى الزميلة رائدة على هذه الجولة الجميلة اللي نتعرف دائما من خلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. طبعا وصلنا لمحور حلقتنا لهذا اليوم وهي مشاكل المعدة وسوء الهضم، بالرغم من أن عسر الهضم شائع الحدوث فقط يعاني منه كل شخص بطريقة مختلفة عن الآخر، ولذا كل شخص نفسه قد يحدث الشعور بعسر الهضم من حين إلى آخر أو في كل يوم. نعم يا سراء، أيضا يمكن أن يكون عسر الهضم أرضا لمرض آخر في الجهاز الهضمي. إذا كل ما يتعلق في مشاكل سوء الهضم بالمعدة والأمعاء الأسباب والأعراض كل ذلك نناقشه مع الدكتور الصيدلاني سيف الدين الخياط، مدير مراكز الكشف المبكر لأمراض الكبد وعلاجها ومدير عيادات الرهف لأمراض الجهاز الهضمي. يسعد صباحك. صباح الخير. نورتنا. يسعد صباحك دكتور. صباحكم سعيد. الله يحفظكم، شكرا جزيلا للاستضافة. الله يسلمك. أكيد اليوم رح نتعرف عن الجهاز الهضمي وشنو أسبابه وشنو مشاكله. أوكي ممتاز، نبلش بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الجهاز الهضمي به ثلاث مناطق رئيسيه، على مود نبسط للمتابع. الجهاز الهضمي يبدي من مرحله الهضم بالفم الى المريء، المرحله الثانيه الى المعده، هذه المرحله الثانيه تبدي، وتبدي بعدين الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، انتهاء بالخروج والمستقيم. هذه المناطق الثلاثه كل وحده بها مشاكلها الخاصه، واحنا كمجتمع عراقي نتميز ببعض التفاصيل او الاشكاليات اللي شائعه عندنا بالمجتمع واللي ظهرت بالمرحله يعني بالسنوات الاخيره بشكل كبير. اوكي بسبب الاسباب راح نبدي بيها، انه مثلا ضغط نفسي، سوء الوجبات الغذائية، استخدام الوجبات الغذائية بالضبط، الأخطاء اللي نلاحظها باللايف ستايل احنا نسميه، أنه الريوق ممكن أنه ما يتريق، الغداء يأخره، يكون دهني، العشاء قبل الأكل قبل النوم مباشرة العفو، فهذه كلها تنعكس على مشاكل سوينا في أجزاء بالجهاز الهضمي اللي هو مسؤول عن هضم الطعام وامتصاصه وتحويله إلى طاقة نحتاجها أو ينخزن بالجسم. نعم. أوكي دكتور، نريد نعرف أسباب عسر الهضم وأيضا الارتجاع المريئي، شنو هي أسبابه ومشاكله وشون نقدر إحنا نعالجه؟ ممتاز، هذا السؤال بجزئين. نعم. الجزء الأول أنه موضوع الارتجاع المريئي، أنه من راح الفم من راح يهضم الطعام ويعبر الطعام من الفم إلى المريء اللي هو أنبوب يمتد من الحلقوم إلى المعدة. نعم. أكو بوابة اللي هي تسمح بالطعام بالدخول للمعدة، المفروض ما تسمح له بالخروج من عندها. الإشكالية هنا راح تصير عندنا ضعف بهذه البوابة، فممكن أنه تسمح بالطعام والحموضة، طبعا حموضة مال المعدة قوية جدا قوية جدا، يعني نتخيل أنه قطعة اللحم تموع بهذه الحموضة، الله منطينا فد غشاء يغلف المعدة بحيث يحميها من هاي الحموضة اللي هي البي اتش 2 مالتها الحموضة حامضية عالية جدا اللي هي تساعدنا بهضم الطعام. الإشكالية راح تبدي برجوع هذا الطعام والحامض اللي وياه للمريء، أو قد يكون عندي إشكالية بالمريء، المريء عضلاته التقلصية على شكل حلزوني لحد ما يوصل الأكل إلى المعدة، تصير إشكالية يا أما بعضلة المريء نفسه أو بالبوابة اللي المفروض one way اللي تسمح بدخول الطعام للمعدة ما تسمح بخروجه. هذا موضوع جدا شائع بشغلتين، إحنا نقول حركية المريء أو البوابة العاصرة، أو عفوا البوابة اللي بفم المعدة اللي تسمح بالطعام بالدخول بدون خروج. فأكو ناظور ليسووه. نعم. أطباءنا أطباء الجهاز الهضمي يشوفون من خلاله إذا أكو إشكالية، ما شافوا أكو إشكالية أكو فحوص متقدمة الحمد لله نجحنا بال 2021 بتوفيرها في بغداد بعد أن كانت ما موجودة نهائيا، وهذا النقص بهذا التشخيص يبقى المريض حاير ما يعرف شنو يسوي. كان يطلعون برا العراق يسوون هذا التشخيص اللي هو حركية المريء وحموضية المعدة وسبب ارتجاع الحموضية. بعد ما عرفنا هذا السبب طبعا توفر بمركز الرهف ببغداد بإشراف أساتذة اختصاص بالجهاز الهضمي مشرفين على وتيم مدرب خاص بهذا الفحص، من عرفنا وشخصنا شنو السبب صار العلاج سهل جدا. حلو جميل. طيب تكلمنا عن الأسباب، خلينا نتكلم عن الأعراض.
ممتاز. طبعا الاعراض هي اول شيء راح يحس بحموضه، انه ترجع للفم. راح نتكلم مو بس عن الاعراض، راح نتكلم ايضا ان شاء الله اذا سمحتوا لي انه شنو المشاكل المستقبليه. طبعا اكيد اليوم الوقت كله لك. الله يحفظك. لانه بمشاكل مستقبليه صراحه مزعجه جدا وخطره جدا. تبدي انه يحس اكو حرقه بمنطقه القلب، بحيث بعض الاشخاص عباله انه عنده مشكله بالقلب. اوكي. لانه يصير هنا فد حرقه وفد الم شديد جدا، يوصل الألم حتى إلى منطقة الأكتاف، يرجع الحموضة للمعدة، من ينام يفز بالليل من وراء الحموضة العفو اللي توصل للفم المعدة، راح تبدي التهابات بالمريء، التهابات بالفم، توصل الله يشفيكم ويشفينا ويشفي سامعين الشر إلى مرحلة السرطان. أوكي. سو الأعراض شائعة جدا، معروفة جدا، ممكن أنه نعالجها أول شيء بتغيير الأطباء من يزورونه المرضى اللي عندهم هالموضوع هذا، يا ريت يكون بالبدايه علاجه يكون اسهل مما تتقدم المرحله. نقدر نغير اللايف ستايل، ننصحها شويه رياضه، نظام غذائي موجود يوزع مجانا في المراكز مالتنا. جميل. قسم اتصالات وكول سنتر يتابع ويا المرضى فور فري، بس يشيل التليفون حتى اذا ما يشيل على الواتساب. اوكي. كلها هاي احنا موفريها الحمد لله والشكر للناس اللي ما تقدر. طبعا دكاترتنا بالمناسبه هاي وفرنا خدمه أنا صراحة فخور بها. نعم. أنه المراكز كلها اللي ممتدة بالعراق، اللي هي 13 مركز بتسع محافظات عراقية، المريض ما يحتاج يوصل للطبيب، بس نعم. يدز التقارير أو يدز الأعراض اللي يحتاجها بالواتساب، تنعرض قسم المتابعة يعرضوه على الطبيب. نعم. دكتور هيك وهيك الحالة، إذا يحتاج يجي راح يقول تعال، ما يحتاج يجي راح يعطي نصائح فور فري. نعم. مجانا. جميل. حلو. زين دكتور، نريد نتعرف عن شنو هي جرثومة المعدة؟ وشلون نقدر يعني نتحاشى هذه الجرثومة أو ما تصيبنا؟ جرثومة المعدة من الأمراض اللي انتشرت هسه بالهم، يعني كانت موجودة بس هسه انتشرت بصيغة أكبر. نعم. عفوا للكلمة، بس الجرثومة هاني أنا أعتبرها خبيثة جدا. عفوا معدكم. ممكن تنتقل عن طريق الغذاء الملوث وعن طريق التواصل الجسدي، يعني نفس الحياة الزوجية أو الأسرية تنقل هذه الجرثومة، تدخل عن طريق الفم أو عن طريق السوائل التواصل الجسماني، تنتقل وتوصل تستقر بالمعدة. إذا كانت المعدة حموضيتها قليلة راح تسمح لها أنه تستقر بها. إذا الحموضية قوية وما عندي إشكال بالمعدة راح تقتلها. من استقرت راح تدخل، ما تتحمل الحوامض مال المعدة، راح تستقر بداخل الغشاء المخاطي، وراه تبدي تتكاثر وتبدي تسوينا مشاكل إلها أول ما إلها آخر. انتفاخ وسوء هضم والفيتامينات، قلة بالفيتامينات، تساقط بالشعار، ترهل وهرم سريع بالجلد. لأنه تأخذ الفيتامينز تسوي فقر دم شديد وشحوب بالبشرة أيضا، مشاكل إلها أول ما إلها آخر، ما تصدقيها. أوكي. نعم. يعني ما معقول أنه جرثومة تسوي هذا الموضوع إذا واحد صحيح. يقرأ عنها أو يشوف تفاصيلها. طبعا بمناسبة تبدي تسوي ارتجاع مريئي، تبدي تسوي مشاكل، هاي المشاكل اللي حكيناها بالبداية. نعم. كلها سببها هاي الجرثومة، نشخصها بصيغة بسيطة جدا من يراجعون الأطباء الجهاز الهضمي حصرا. ثلاث تشخيصات سريعة عندها، عفوا البراز والدم، وأكو بالتنفس همينة. نعم. أنه يتنفس المريض نقدر نعرف أنه وجوده وعلاجه موجود. علاجه يعني مو صعب. حلو. جميل. طيب بعض الأشخاص عندما يصابون بحرقة بالمعدة يلجؤون إلى الطب البديل، بصراحة يعني بيقاوس يعني نتفلسف بالبيت، نقوم إحنا من كيفنا نخترع الأدوية أو الطب الأعشاب. أكيد هو طب الأعشاب يعني طب بديل ومعروف، لكن هل هذا صحيح بدون ما يلجؤون إلى الطب؟ حلو. أو التشخيص الطبي؟ هذا السؤال كلش حلو صراحة. نعم. بجانبين، لأنه أنا من الناس، أكو أطباء مثلا ما يشجعون الطب البديل، أنا من الناس أكيد. لا، أنا اللي ويا الطب البديل صراحة. لأنه أصل الصيدلة هي تدرج من استخدام الأعشاب، بعدين قمنا نستخلص مواد من الأعشاب، قمنا نستخدمها كأدوية أو قمنا نحور بها ونستخدمها كدواء. الشيء صحيح لو كان الموضوع التشخيص صحيح، لو كان موضوع التشخيص صحيح لازم نعرف إحنا هل هذا السبب هو الجرثومة ولا غيرها ولا شنو التفاصيل بالضبط على مود نقدر نستخدم لها الشيء الصحيح. الإشكالية أنه إحنا عندنا بصراحة ذاك اليوم حتى صار موضوع ويا الوالدة، أنه استخدام
لشيء هي ما تعرف لشنو بدها تستخدم. اوكي هواي ناس تستخدم حلبه، تستخدم شوفان، تستخدم كفشة الذره وغيره وغيره ويعني هاي التفاصيل كلها يستخدمونها. بس انت الوش تستخدم، انت عرفت التشخيص الصحيح عم تستخدمها الها اوكي سو ماكو اشكال نستخدمها بصيغه صحيحه، بس بعد التشخيص اكيد طبعا نشخصها ونقدر نستخدم. وهاي همين نقدر قسم متابعه همين يتابع ويا المريض ويقدر ينصحها بالشيء اللي المفروض يستخدمه. واحنا ننزل بالصفحات مالتنا دائما أنظمة غذائية، أعشاب تفيد كذا، هالأمور هاي والعلاجات أيضا موجودة. جميل جدا. زين دكتور أكو أكلات معينة تزيد من حموضة المعدة أو تأذي المعدة؟ أكيد أكيد طبعا هو هذا اللي راح يصير عنده هالموضوع هذا، لازم يتجنب بعض التفاصيل اللي على رأس القائمة بها هي الكافيين وغير الكافيين والشغلات اللي تزيد الحموضة. أي شيء حامضي يزيد الحموضة بالمعدة لازم يبدي يعني يأخذها بحذر وعلى حسب التوصيل الطبيب اوكي وياخذها بصيغه صحيحه ومعقوله. اي شيء يزيد لنا الحموضه لازم ما احنا ما نريد نقللها بنفس الوقت أوكي. لانه الهضم يحتاج حموضه بس بنفس الوقت الكافيين راح يحفز لنا على المعده على زياده افراز الحموضه، فراح يسوي لنا شيء عكسي. هذه كلها ايضا هم يقدر انه يتابع ويانا وننصحها ببعض التفاصيل اللي ممكن يستخدمها واللي ما ممكن يستخدمها. اغلب الاكلات اللي نمتنع عنها حقنا على رأسها موضوع الكافيين، الدهون طبعا الدهون طبعا هذه مشكلة كبيرة. السبايسي هذا ايضا يسوي لنا مشاكل. الخبز الخبز بهذا الموضوع ما راح يسوي لنا إشكالية كبيرة يعني اوكي بس اللي عندنا هو الدهون والسبايسي والكافيين. اي شيء بكافيين طبعا كافيين لا يروح بالكم بس انه شاي وقهوه بالضبط. اكون نستلسات بها كميه كلش كبيره من الكافيين. البيبسي بكميه كلش كبيره من الكافيين اوكي اكو هوايه امور لازم انتبه وين اكو كافيين لازم امتنع عنه. جميل جدا. طيب ظهرت بالفتره الاخيره بالنسبه للاجيال حساسيه الحنطه والشعير، زين هذه الحساسيه تاثر على المعده؟ ممتاز. نرجع اول شيء ببدايه نقول شنو الحساسيه بالضبط. هذه وشنو أنواع هواي بالضبط صحيح. اكو انواع هواي من الحساسيه، اكو ناس تتحسس للحليب اللي هو يسموه لاكتوز انتولرنس احنا نسميه، اكو حساسيه للبقلاء هاي همين معروفه صحيح. اكو حساسيه هاي تكون حساسيه بالدم احنا نسميها واكو حساسيه مثل ما تفضلت حضرتك الموز البياض الحنطه والشعير يعني صحيح. الحنطه والشعير هذه النوع من الحساسيه ممكن انه ينولد بها الشخص وممكن انه يصير عنده من بعد 30 40 سنه عمره هم يصير عنده هالموضوع طيب. هذا شنو اللي لازم يسويه؟ للاسف انه هاي راح تستمر وياه فلازم يتجنب الحنطه ومشتقاتها ولازم ياخذ نظام غذائي يتبعه ويتبع بعض التفاصيل على مود يخلص من المشاكل اللي يسوي لها من سوء هضم وانتفاخ والمشاكل المعروفه بحساسيه الحنطه. زين دكتور نريد نعرف شنو اسباب ظهور القرحه؟ شنو هي الأكلات اللي نقدر إحنا نمتنع عنها حتى لا تزيد مثل ما يقولون الطين بلة؟ ممتاز. نرجع نقول شنو سبب هالقرحة؟ إحنا نعرف السبب على مود نعالجه. طبعًا الإتش بايلوري اللي هي جرثومة المعدة الحلزونية من أهم أسباب قرحة المعدة والإثنا عشري. بحث سووه طبيبين أستراليين من عام 1979 العام 1982، واحد عندهم اختصاص جراثيم والثاني اختصاص جهاز هضمي. وصلوا لنتيجة أنه 95% من أسباب قرحة المعدة هي سببها الاتش بايلوري جرثومة المعدة الحلزونية، وتقريبا 75% من أسباب قرحة الاثنى عشري هي جرثومة المعدة. أوكي 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 95% احنا نحكي على معظم الناس هاي سببها. شلون نتقي الموضوع؟ شلون نعالجه؟ اكو هواية تفاصيل. الاكتشاف مالتها طبعا القرحة انه يهم طبيب الجهاز الهضمي من خلال الناظور يشوفها يقدر يعالجها. اكو اكثر من علاج معين خاص بها يقدر يعالج القرحة يهديها وما توصل الى مرحلة ثقب بالمعدة، لانه المرحلة النهائية يصير بليدنج يصير نزف معدة. يقدر ايضا اكو علاجات هي تخفض الموضوع وتقدر تعالج الموضوع القرحه نفسها. بس الافضل انه نتقيها قبل ما توصل لها. فاي اشكاليه احنا نشوفها، احنا دائما اكو نصيحه حلوه نعطيها، اذا عندنا انتفاخ احس انه الاكل ما ينهضم بصيغه صحيحه اسوي حميه لمده اسبوع، اطلع امشي، اسوي رياضه اسبوع، اذا ما راحت
مباشرة أتوجه لطبيب جهاز هضمي، لأنه مستحيل أنه أكو دائما تبقى نفخة، دائما تبقى أحس بثقل يعني ببطني إذا مو أكو سبب. نعم. سو أسبوع أسوي حمية، أسوي رياضة، إذا ما انتهى الموضوع لا، لازم مباشرة أراجع طبيب على مود أكشف مبكر وأقدر أعالج بصيغة مبكرة. آه يعني نقدر نقول هنا راح تصير مضاعفات طبعًا. إذا ما كشفنا الكشف المبكر. طيب شنو أعراض هذه المضاعفات؟ قرحة المعدة نفسها، نرجع نقول أنه هم راح أسوي ألم بالمعدة نفسها. نعم. يحس واحد أنه مثل أكو فد، شلون نسميه، فد خنجر أو هيك شيء، نقول مغص يعني جدا مغص قوي بالضبط. لأنه بالضبط. أنا أعاني من القرحة. صحة وعافية، صحة وعافية. الله يعافيك، شكرا. تحرمه من الأكل حتى ما يقدر يستمتع بالأكل صراحة. أوكي. لأنه راح يصير عنده شو اسمه الشيء الصحيح. لازم طبعا هم أنه ما يأكل هواية ولا يأكل قليل، لازم دائما يحافظ على مستوى أكل موجود وازن. بالمعدة بالضبط، يوازن. طيب. أنه يسويها 5 وجبات. نعم زين. هنا يقولون الأغلبية إنه البقوليات كلش مؤثر على القرحة، كلش تأذي يعني قرحة المعدة، هذا الكلام صحيح؟ كل شيء راح يزيد، نرجع له نفس الموضوع، كل شيء راح يزيد حموضة المعدة راح يأثر على القرحة. نعم. واللي احنا قلنا بالنتيجة راح تنتقل الى مرحلة أخيرة لا سمح الله، انه تسوي لنا ثقب بالمعدة. اها طيب، متلازمة الأمعاء المتهيجة ما هذه؟ الرتبل باول سندروم. اريد نعرفها اليوم. الرتبل باول سندروم بالمجتمع احنا نسميها، يسموها القولون. هذا مو صحيح هذا الوصف. لانه القولون بهوايه، هو اي واحد عنده قولون. اوكي. عندنا هذا الجزء. صح. اوكي. هذا الجزء، بس هذا الجزء بمشاكل هوايه. وحده من مشاكله اللي هو الرتبل باول سندروم، اللي هو القولون المتهيج. كتشخيص دقيق لحد الان الطب حول العالم ما عرف شنو السبب. اللي معظم الأسباب إحنا اللي نشوفها هي أسباب نفسية على الأكثر تكون. صحيح. أوكي. نفسياً تبدي تنتقل إلى هذا التهيج القولون، يا أما عند قلة بالبكتيريا النافعة اللي هي موجودة أصلاً بفعل يأخذ أنتيبايوتيك هواية. إحنا إذا نعطس يروح للأسف يروح يأخذون أنتيبايوتيك، مع العلم هي فلاونزا فيروس. أنتيبايوتيك شنو علاقة بالفيروس؟ هي تأخذ فترتها وتروح الفلاونزا. ناخذ انتيبايوتيك راح تقتل لنا كل البكتيريا، راح تسوي لنا اشكاليه بعدين بالتقدم بالموضوع، راح يصير عندنا الارتبل باول سندروم، قولون متهيج. هذا اللي هو وحده من امراض القولون، متعدده، اكو اكثر من نوع بها. ممكن انه يتلافاها بمراجعه ايضا طبيب جهاز هضمي، يشخصه، يشوف انه هل هو عنده تهيج قولون، يقدر يعالجه بمهدئات نفسيه، إعادة البكتيريا النافعة، إعادة الجهاز الهضمي للعمل بصيغة صحيحة. نعم دكتور، احنا نريد نعرف شنو أسباب السبب الرئيسي لتهيج القولون. مثل ما عرفنا أنه قولون عصبي، قولون أنه يتهيج من بعض الأطعمة والأكل يعني المعين، فإحنا نريد نعرف شنو أسباب تهيج القولون. كل شلو رح نرجع أكو شغلة ما ذكرتها لجنابكم، أنه راح يصير عنده تحسس، هو اكو تحسس، لانه كان سابقا عندي القولون المتهيج. نعم. يلاحظ اكو تحسس لنوعيه معينه، ماكو اي تعميم. لا تقولوا لي شنو الاطعمه، لانه كل شخص، انا كنت مثلا زيتون، اكل زيتون يصير عندي اشكاليه. زيت زيتون او زيتون، اوكي. كل شخص له فد نوع خاص من الغذاء يتحسس من عنده، هو راح يعرفه. ناس من اللبن، ناس من الحليب، ناس من كل واحد عنده فشي معين، اوكي، لازم يشخصه. والافضل انه هذا الاكل او هاي النوع من الاطعمه يتجنبها وقت اللي يعني نفسيته مو مرتاحه. اوكي. يطلع من الجو اللي هو بيه، لانه نرجع نقول اكثر الاسباب هي نفسيه. أكيد اكثر طبعا. الاسباب هي نفسيه، يطلع من الجو اللي هو بيه، يروح سفر، يغير المكان. انا اللي شيء سويته وعالجت بيه القولون العصبي، غيرت المكان. صحيح. غيرت المكان يعني صراحه، يعني انتهى موضوع عندي ذاك يوم، هذا يوم من 2000 يمكن و11 و12 اتذكر. حلو، صحة عافية. الله يعافيك. طيب مثل ما تعرف احنا يمكن اكثرنا احنا نطلب الاكلات السريعة الفاست فود، هنا تسبب عندنا جرثومة، يعني بعض الاماكن تكون يمكن الزيت او الدهن او المكان مو نظيف، فهنا شلون نقدر نتخلص من هذه الجرثومة؟ وتعرف يعني انا مجربتها بالنسبة لي، اكيد مجربيها. تخلصي من الفاست فود، لا تتخلصي من الجرثومة. تخلصي من الفاست فود. طيب هنا شلون نتخلص من الفاست فود؟ نتخلص من الفاست فود بكل صراحة. أوكي، بالأسبوع مرة ممكن نأخذ العائلة المكان نظيف، أو نسوي أوردر نخلي يجينا صراحة. وحتى لو المكان نظيف يعني ما يحكم المكان، هي يمكن المعدة أكثر. هذا الكلام بصراحة، هذا الكلام بصراحة. إذا أريد أحمي نفسي وأحمي عائلتي بصراحة، إحنا نريد هسه المطاعم والكلام. لا طبعا أكيد. فإحنا بصراحة يعني الأكل البيت هو
السيفست افضل شيء صحيح او امن شيء. نعم اوكي. اذا لابد انه نطلع نغير جو كذا ما ادري شنو فنختار مطعم مرتب نظيف واثقين من خصوصا نعم. يكون مشويات مثلا افضل شيء انه يكون مشوي فشي انه يعني واثقين انه الطعام صحيح. صحيح هذا لانه ينتقل بالطعام الملوث يعني هو هوايه غير الجرثومه الحلزونيه هم تنتقل عندنا بالاكل. زين هنا شنو حيكون العلاج بالنسبه للجرثومه بعد ما اكتشفناها؟ علاجاتها موجوده ثلاث انواع اربع انواع واثنين معناتها انتي بايوتيك وعلاج اضافي هي كورس كامل 14 يوم ينطيها طبيب الجهاز الهضمي ينتهي الموضوع. جميل جدا ينتهي الموضوع. نعم زين بعيدا عن العلاجات الطبيه نعم. اكو ثمره يقولون انه هي هذه الثمره يعني الرمان شحم الرمان الابيض هو كلش مفيد لقرحه المعده وفعلا انا جربته يعني من اكلت شحم الرمان انه كلش يهدئ القرحه ويهدئ المعده. هل هذا شيء صحيح؟ ما راح اقدر اجاوب اذا حضرتك مجربته ومرتاحه عليه فاني خلاص بعد ما انا اريد اعرف جوابك. الشيء اللي شفتيه حضرتك نعم. اوكي لانه احنا قلنا الموضوع لاعشابك وهوايه تفاصيل الشيء اللي ارتاحيتي عليه كل انسان طبيب نفسه صحيح. الشيء اللي شفتيه حضرتك ارتاحيتي عليه فهذا معناه انه لخي انا مثلا يصير عندي مرات يصير عندي حموضه اعالجها بالتفاح الاخضر نعم. واعالجها بالخيار خيار وتفاح اخضر تتعالج عندي مرات يصير عندي فد حموضه بسيطه واذا اكو مثلا عسر هضم بعصير البرتقال يتعالج الموضوع وينتهي حلو. فمدام ارتاحيتي على هالموضوع أيوة. هذا انا وياك هاي معلومه انا سمعتها من حضرتك الصراحه. طيب بما انه حضرتك اليوم تقدم لنا نصائح مجانيه اكيد نستغل وجودك ويانا خلينا نستقبل اتصال. الو اياد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا وسهلا. شلونك شو اخبارك؟ الله يسلمك. تحياتي لكم وللضيف الكريم الدكتور. شكرا لك. شكرا زين. بلا زحمه بس رايد عنوان الدكتور اذا ما صار زحمه. اها نعم. طيب الدكتور اكيد وياك اذا تحب تساله. يسمعك الدكتور ايان. عندي مشاكل بالمعده وبالقرحه. عندي قرحه بالاثنى عشري وعندي مشاكل بالمعده. اها تمام طيب. سمعنا نعم. السؤال. اي سؤال ثاني؟ عندك سؤال؟ والله بس بلا زحمة بس العنوان الدكتور على مود اراجع. اها والعنوان طيب شكرا لك. اوكي بالنسبه للعناوين شكرا جزيلا. بالنسبه للعناوين احنا انا بالنسبه كمدير اداره نعم. وادير البحوث والتطوير بالمؤسسه كلها فعناويننا كشخصيا يقدر يعني صراحه يراسل قسم المتابعه وراح يوصلوا لي اي شيء يحتاجه. اطباء الجهاز الهضمي اللي موجودين بمراكزنا نعم. بالموصل موجودين اربيل موجودين اكو مركز بس اي شخص يكتب مراكز كشف مبكر امراض الكبد وعلاجها صفحاتنا موجوده بكل التواصل الاجتماعي او عياده الرهف التخصصيه اللي هي جهاز هضمي راح يوصل قسم المتابعه يدلوا على عناويننا اللي هي منتشره من الموصل الى الناصريه والبصره موجودين المراكز ممتده بالعراق كله. اوكي سو راح اقرب مكان ماكو فرق بين طبيب وطبيب كلهم ناس من خيره اطباء الجهاز الهضمي اللي موجودين بالعراق التجهيز والادوات والتيم المدرب كلهم موجودين نفس الخدمه حلو. فبالتواصل اي شيء راح يحتاجه موضوع القرحه اللي تفضل الاستاذ عنه انه قرحه الاثنا عشري لازم لها تشخيص سريري أكيد. لازم يشوف الدكتور اذا عنده تقارير ما يحب يروح خلي بس يدزها القسم المتابعه راح يشوفوها ويعرضوها على الطبيب وينطوا الرد يا اما يحتاج يجي او يحتاج علاج ينطوه اياه ويخلص الموضوع ان شاء الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. طبعا دكتور اريد اسال سؤال انه البعض اللي اعرفهم يعانون من الانتفاخ المتواصل يعني اي شيء ياكلوه حتى مجرد انه هم يشربون مي راسا يصير عندهم انتفاخ. صح هذه ممكن واحده من اسبابها الارتبال باور سندروم ممكن واحده من اسبابها اللي نعم. هو تهيج القولون العصبي ممكن واحده وممكن شيء ثاني ممكن شيء ثالث يعني هاي اسباب هوايه نعم. لازم نخضع لفحص الطبيب يسمع الهيستوري البيشنت هيستوري التاريخ المرضي نعم. يفهم شنو الموضوع بالضبط على مود نعرف نرشح مرض او مرضين وبالاخير نعرف وين احنا بالضبط ويعالج يتعالج ممكن انه يكون عنده تحسس لبعض الاطعمه ممكن يصير عنده مشكله اصلا بالمعده والامعاء فنحتاج فحص سريري فحص نعم. مختبري على مود الدكتور يعني تدرين الدكتور مو كاهن خلينا احنا بس نحكي هذا الموضوع صراحه احنا مو كهنه اوكي نعم. انا أكيد. اوكي نشتم مفيدين قلتها لنا بس احنا نشخص نوصل لفحص دقيق ونعرف المشكله ونعالجها. جميل. طيب مثل ما تعرف انه بالفتره الاخيره ظهرت امراض كورونا هل اثرت على المعده؟
ممتاز، هذا سهم سؤال كلش حلو صراحه. يعني اسئلتكم متميزه صراحه، كلش حلوه. عاشت اليكم على مدن في الاخوه المتابعين المشاهدين. بالضبط، كورونا اثرت على شغلتي الرئيسيه بالدرجه الاولى الجهاز التنفسي، اوكي. بالدرجه الثانيه الكبد والجهاز الهضمي. نعم اثرت. احنا نقول شلون التنفس، هذا ما راح نتطرق لانه هي اوريدي تصيب الجهاز التنفسي. الكبد شلون؟ عندنا اكثر من شغله. اول شيء راح ناخذ ادويه كلش هوايه فتره قليله، مضادات التهابات وتفاصيل ومضادات فيروسات ياخذون، فهاي كل علاجها هي بالكبد. راح تسوي لنا اشكاليه طبعا فيما لو انه المريض اوريدي عنده سكري، عنده مشاكل اصلا قديمه، هاي كلها راح تنعكس على الكبد. بالاضافه نفس الموضوع نقول احنا من راح ناخذ الادويه، راح ناخذها من خلال الجهاز الهضمي. اوكي، فهم راح تاذينا الجهاز الهضمي. بالإضافة أكو دراسات عالمية هواية تقول أنه كورونا أيضا يوصل ضررها للجهاز الهضمي، وعندي أصدقاء يعني واكبت الموضوع، من صار عندهم كورونا صار عندهم موضوع ارتجاع، وصار عندهم موضوع موضوع مشاكل بالجهاز الهضمي. نعم بالضبط. دكتور، نريد نعرف أنه العلاجات، بعض العلاجات مثلا اللي ناخذها للإنفلونزا الوجع الرأس، أنه تأثر على القرحة وعلى المعدة، شنو هي أغلب الأدوية اللي لازم إحنا نمتنع عنها؟ نمتنع عنها مو نهائيا، وانما اكيد احنا اذا راسنا وجعنا او اذا عندنا انفلونزا لازم ناخذ ادويه حتى نتعالج من هذا المرض. صح، هذا الموضوع كلش مهم وكلش حلو، انه الناس ما ممكن تستخدم الادويه بدون مستشار طبي. اوكي، يعني اليوم ما اقدر اسوق سياره اذا مو شخص يعلمني، مستحيل انه ما اخذ اجازه اذا مو اخذ اختبار. اكيد. ما اقدر اخذ اي دواء. احنا أأمن دواء وأكثر دواء منتشر عندنا بالبيوت شنو هو؟ الباراسيتول. صح صح صح. الباراسيتول الواحدة إذا ينوخذ بطريقة غير صحيحة لمدة ما موصى بها يسوي فشل كبدي. قاتل. قاتل. أوكي، أكو جرعة أصلاً بالباراسيتول ممكن أنه يعني يسبب فشل كبدي وينقتل البشر. ملاحظة مهمة جداً. زين، هذا أأمن دواء اللي إحنا نعتبره أنه مثل حب شمسي قمر بالبيوت. ياخذ شو اسمه وناخذ اثنين ويا قلاصمة. ف القرحة لها أدويتها، النون سترويدلز هذني تأثر على موضوع القرحة. لازم تنوخذ بفترة معينة وتحت إشراف يا أما صيدلاني يا أما طبيب متخصص. كل الأدوية لازم من تنوخذ لازم بعد فترة تتوقف، يتعالج الكبد، يتنظف من تأثير الأدوية خصوصا الأمراض المزمنة. أوكي، عمود يستمر بها. فما ناخذ لا أدوية بكيفنا، لازم استشارة يا أما صيدلاني يا أما طبيب متخصص يوجهنا على الاستخدام الصحيح. ممكن وجع رأس بسيط، تنشن هديك يعني من العمل صار عندي شوية ضغط، صار عندي وجع رأس، هذا الموضوع يعني باثنين براسيتول ما عندنا إشكالية به. بس عندنا نحكي على اللونج تيرم، يعني كورس إذا يأخذ متواصل متواصل متواصل، يعني يوميا يوميا حتى لو جرعة قليلة، هذا ما يصير أنه نستمر به بدون إشراف طبي. طبعا شكرا لك، شكرا النصائح الجميله. شكرا لك وجودك ويانا دكتور على هذه النصائح القيمه. شكرا لك وشكرا لوجودك ويانا. شكرا جزيلا ست سو، الله يحفظك ويسلمك. إذا مشاهدينا الكرام، أكيد مستمرين فقرات حلقتنا لهذا اليوم، راح نروح إلى استطلاع أو تقرير حول العنف الأسري. إلى هناك.